بسم الله، خلونا نسوي الفتة المنتظرة اللي المفروض اني انا مسويتها وياكم من زمان، بس ما ادري شو يصير كل مرة اجل. بس اعشقها هالفتة. تعرفون الام اللي يكون عندها مجموعة بنات وتحبهم كلهم، بس اخر العنقود يكون لها دلع خاص، غلا خاص. هذه مشاعري للفتة. احب كل انواع الفتات، بس هذه لها مكانة خاصة مرة لذيذة يا بنات. وسهلة اذا بتستخدمون ورق عنب جاهز، بس تقدرون تسوون، لكن اهم شيء يكون طعمه لذيذ لانه هو اساس الفته. الصوص عندي طحينه مع عصير ليمون مع ملح، اخلطه شوي بعدين اضيف المويه. بضيف من عندي بطاطس إيدام، حبيتها مرة مع الفتة، تعطي لذعة وقرمشة لذيذة. وبحط لوز سنوبري مقلي، بقدونس، رمان، وخبز شرايح مقلي. يعني إذا كانت مكوناتك جاهزة المفروض إنها ما تاخذ منك ربع ساعة تصليح. طبعا هذه الفتة إذا جربتوها بتدمنونها، بيصير فيكم مصرفيني. ما أنا الحين أقولها لكم، كل يومين مصلحتها، كل يومين أشتهيها. طبعا أنا أحبها مغرقة، فبحط زيادة صوص. الورق العنب الحالة لذيذ، الورق العنب الحالة ما توقفين، ما بالك تحطين كذا معها صوص ومقرمشات، شيء ما ينشبع منه يا بنات، ما ينشبع منه.